في هذا القسم الثاني من برنامج محركات لهذا الأسبوع نتابع وإياكم استعراضنا لمنافسات رالي الكويت الدولي 22، وهو الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات. اليوم الأخير من الرالي من أصل 22 متسابق كانوا أخذوا إشارة الانطلاق في اليوم الأول، لم يتبقى سوى 19 متسابقا في اليوم الثاني. ما بين اليوم الأول واليوم الثاني، هل اختلفت تضاريس المراحل ونوعية الأرضية أم بقينا بنفس المجال الناعم، المسار الناعم المفتوح السهل؟ طبعا في تغيير نوعا ما، لكن هي نفس المنطقة رملية، لكن طبعا في منعطفات أكثر من السرعة كانت. نتابع هنا المشاهد وانطلاقتك في هذا اليوم الثاني. الفارق بينك وبين خالد القاسمي كان فارق ضئيل ناصر، هنا من المرحلة الأولى ضغط على دواسة الوقود حتى النهاية بغية توسيع الفارق؟ إيه طبعا، يعني هو في بداية ثاني يوم من الرالي وسعنا الفارق لتقريبا 33 ثانية، ومن بعدها خلاص يعني احنا مرتاحين في 33، من بعدها يعني نعمل مثل الكنترول يعني على باقي المراحل، وفي نهاية الرالي يعني خلصنا تقريبا 27 ثانية. إذن هذه المراحل كانت في جنوب مدينة الكويت العاصمة، وكانت المرحلة الافتتاحية مرحلة سافر بطول 13 كيلومتر ونصف الكيلومتر تقريبا. ناصر، كنت مرتاح ببداية هذا اليوم، ويعني من خلال ما قرأته بالصحافة، لأني كنت مشغول هنا في دولة قطر متابعة الموتو جي بي والتعليق عليه، كانت المراحل على ما يبدو سهلة بالنسبة لك. حطيت تارجت تايم أمامك وتمكنت بالمراحل الأولى من الوصول إلى الهدف الموضوع. إيه هو يعني كان هدفي هو الفوز برالي الكويت، يعني سواء تفوز بثانية أو بعشر دقائق هو فوز بالأول والأخير. يعني مثل ما قلت، أنا دائما أحاول أن أطلع بأقل خسائر من هذا الرالي، من أقل بنشر أو عطل بالسيارة. الحمد لله يعني صار لنا الحين مع السيارة هذه من العام الماضي لين اليوم، الحمد لله يعني ما شاء الله 8 انتصارات، المركز الأول. نفس الماكينة نفس السيارة لأن الماكينة كل 5 راليات أو 4 راليات نحاول نبدلها. الحين بالأردن راح يكون عليها ماكينة جديدة. يعني كان السباق إذن يحمل كل الأخبار الطيبة لناصر بن صالح العطية، وعقب نهاية اليوم الأخير من السباق التصريح لكاميرا بي إن سبورتس. الحمد لله يعني هذه ثاني فوز خلال هاي السنة من بعد رالي قطر، والفوز هنا جاء في محله. كان رالي جميل ممتع، كنا حريصين على هذا الفوز. طبعا هذا بيعزز انتصارنا، طبعا بيعزز انتصارنا حق بطولة الشرق الأوسط. أيوة، وطبعا هدفنا هو إن شاء الله الحين إكمال المشوار إن شاء الله. في عندي الكروس كانتري قطر إن شاء الله، ومن بعدها في عندي WRC2، أيوة، وبطولة العالم إن شاء الله. الانتصار 52 لناصر بن صالح العطية في مسيرته ببطولة الشرق الأوسط، والانتصار 23 لمساعده جوفاني برناكيني. تقترب رويدا ناصر من العتبة اللي البعض خالها أنها عتبة مستحيلة، الوصول 60 انتصار لمحمد بن سليم و14 لقب على صعيد بطولة الشرق الأوسط للراليات. ما يعني ما في شيء صعب، الحمد لله مثل ما عودناكم. هذا صار تقريبا 52 انتصار في فترة قصيرة، يعني أنت تتكلم عن انتصارات محمد 60 انتصار تقريبا من 20 سنة. نعم. الفترة يعني فترة 20 سنة، احنا تقريبا فترة 11 سنة، يعني نحتاج احنا سنة نكسر هذا الريكورد.
ومن بعدها ان بطوله شرق الاوسط. لكن الحمد لله يعني انت اذا بتقارن الانتصارات او الريكورد الحمد لله يعني في ريكورد في بطولات عالم يعني ما حد حققها في المنطقه رالي داكار. لكن الحمد لله يعني دام دوله قطر يعني تدعم الرياضيين والحمد لله يعني مش ناقصنا اي حاجه ان شاء الله يعني راح نكمل المسيره وراح نسجل الريكورد باسم قطر ان شاء الله. ان شاء الله بس في ريكورد واحد اكيد انك ما راح تكسره ريكورد ميشيل صالح. لا هذا عاد لا ميشيل صالح من 73 لليوم يعني ما شاء الله الله يعطيه طولة العمر يعني ان شاء الله. ولك كمان ناصر انما بعد في سؤال هيك اخير عندما يعملوا معك مقابله تبقى بنحسك شوي كانك حزين فرح بالفوز. شفناك على منصة التتويج ببورش كاب بحلبة الصخير بالبحرين. كنت قافز بالهواء. يمكن لأنها بطولة جديدة بالنسبة لي. نعم. أيوة والبطولة الشرق الأوسط يعني اعتدنا عليها والحمد لله يعني. لكن طبعا إن شاء الله راح نفرحكم ان شاء الله في رالي الاردن يعني. لاحظت يمكن التعب شوي كمان بأثر مرافقنا يعني. لاحظت شيء صار خلفك خلال انترفيو يزيد. اي ما شاء الله يزيد دائما بيعمل لك يعني حركات. وهو دائما ما شاء الله يواعدنا يعني في كل صار له الحين تقريبا 3 سنوات يقول لي كل يوم في الرالي الجاي. نعم. يعني ما ندري يعني الرالي الجاي بس ما حدد اي واحد. على كل حال نتمنى توفيق ليزيد. هي مزاح لأكثر من ذلك. وقبل أن نصل إلى يزيد الرجحي سنرى وإياكم ماذا فعل خالد القاسمي المتسابق الإماراتي برفقة ملاحه الإيرلندي كريس باترسون في هذا اليوم الثاني والذي تمكن من إنهاء مراحله بفارق يعني فارق قليل بينك وبينه بالنهاية نصف دقيقة أو أقل تقريبا 27 ثانية. خالد يعني من السائقين الجيدين في المنطقة دائما هو اللي بينافسنا يعني في الرالي. لكن الحمد لله يعني دائما أنا أقتنص الفرصة ونتصدر يعني في الجولات. كل التوفيق ل خالد القاسمي في الجولات القادمة وأيضا آراء الشيخ خالد القاسمي